مساء الخير والجمال على احلى مشاهدين في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. احنا معودينكم دايما كده ان احنا معانا فقرات حلوه ومميزه، والنهارده الحد تحديدا بقى كل الفقرات الحلوه ان شاء الله هتبقى معاكم. بس قبل اي حاجه لازم سلم على شريف بديع. ايه ده؟ المبدع. يا مساء النور يا نور. الله. شفتي؟ انت بلعتي ريقك ليه؟ حسيت ان لا يعني بدي لك حقك كده في التقديمه. والله العظيم كتير 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 اصل كتير. اللون الازرق الله اكبر حلو. ربنا يخليك من بعد ما عندكم. لا والله, والله يا شيخ والله يا جماعه انت بتكلم معاها قبل الهوا قلت لها يعني الشياكه والاتيكات والادب كل ده بيندرج تحت اسم نوران عطل. لا لا اه والله لا العظيم. لا 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 كتير عليا. كسفت يا جماعه ما بتعرفش ترد. هي اعلاميه اه. اعلاميه اه بس وقت الجد بتتكسف. ازيك؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. واصل العيد الكبير داخل واجازه طويله حلوه ان شاء الله. كده تبقى اجازه خير وعيد سعيد عليكي وعلى السنه المشاهدين طبعا وعلى اهلك كلهم باذن الله. وزي ما حضراتكم كده يعني متعودين عارفين ان كل يوم حد بيكون معانا الاخبار الفنيه، بنتكلم عن اخبار الفن بقى في مصر والوطن العربي والعالم كله، وبنقدر نعرف ايه كمان اهم الاعمال الفنيه في الفتره اللي جايه، وخصوصا يعني ان خلاص العيد ان شاء الله باذن الله يكون يوم الاربعاء وفي صراع بقى في السينما المصريه. خلينا بقى لما نيجي لما عاد الفقره دي نعرف كده ايه اخر الاخبار الفنيه مع نوران عطل. حلو جدا. اما بقى الفقره اللي قبلها الحقيقه فقره كده فيها روحانيات عاليه جدا، بما ان احنا خلاص يعني شهر ذي الحجه وكل سنه وانتم طيبين، والعيد الكبير معروف كده دايما احنا بنستنى يوم وقفه عرفه عشان نسمع التكبيرات والابتهالات الدينيه من على جبل عرفه. طبعا هينورنا بقى اتنين من الشباب المنشدين الموهوبين الحقيقه بقى ما بين الانشاد الديني والابتهالات الدينيه، وطبعا برضو يعني مقرئي القران الكريم بعض ايات الذكر الحكيم ان شاء الله. هينورنا شعبان سعيد واحمد الكولي، هنستمتع معاهم بابتهالاتهم الدينيه وصوتهم العذب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا جماعه نبدا بقى معاكم كده الموضوع، يعني زي ما احنا عارفين ان احنا قبل العيد بنقعد نسخن للعيد معاكم هنا على الهواء، ويمكن دايما بالاخص لما نيجي نتكلم عن العيد كل دماغه بتروح فين؟ للعيديه. ومحدش بيكبر على العيديه واولكم انا ماشي. علشان نبقى متفقين. في ناس كتير يقول لك يا عم لا ده عيد لحمه والفته لحمه وعيديه لحمه وعيديه. والله ما انا لسه العيد. بقول ولبس ايه ولبس العيد وهدايا كتير وهدايا كتير. قولي لي يلا عشان اكمل. وخروج وخروج وفسح وفسح وسفر وسفر، يعني من الاخر كده مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين. وادفع يا عم الراجل. ادفع يا عم الراجل. والعيد جاي اصلا في اخر الشهر، وفي ناس على فكره لسه ممكن تكون ما قبضتش في شركاتهم وفي اشغالهم، فيعني ايه فواحده واحده علشان دي طلبات كتير. اتاكدي الاول او اتاكدوا الاول ان الدنيا فيها ايه. النبي عايز حد بس بص بص يا جماعه الملاك برنسس. شفتوا؟ شكرا استاذ باجوري على الاظهار الحقيقيه. افضل ماده ايدي كتير. شكرا. وين العيديه؟ كل فين العيديه؟ العيد اللي فات انا مش اديتك عيديه؟ وديتها لسه معايا. لسه معاكي؟ كنت كاتب لك عليها ولا لا؟ ما كنتش كاتب لي عليها. طب يا استاذ باجوري ممكن اقوم اقف؟ يعني استاذنك استاذنك يا استاذ باجوري اقوم اقف. يا رب العيديه تبقى يلا يلا اهو اهو محضرها والله يا جماعه عشان انا عارف ان انا هتزنق في الموضوع ده. ايه ده؟ اهو 20 جنيه يا جماعه. 20 جنيه 20 جنيه اهو. طب اديني الجديده. طيب ايه؟ الخضرة الجديده ما لقيتهاش والله. والله ما لقيتهاش. كتبت لك عليها بجد؟ بس معلش كانت على ال ايه ده حلوه قوي. شفتي؟ احلى عاديه. اول عاديه تجيلي في العيد من شريف. يا رب كده على طول عاده ان شاء الله باذن الله. والوحيد فعلا. وخدي بالك خدي بالك الفئه بتزيد. يعني ايه الفئه بتزيد؟ الفئه بتزيد مره ماتت 5 جنيه. كانت 5 جنيه والله اللي كانت في جيبي بالصدفه والله. خد بالك يعني احنا ممكن برضو ما يبقاش عيد صغير وعيد كبير، احنا عايزين يبقى المسافات قليله ما بين الاعياد. المسافات قليله يعني نعمل احنا عيد مع يعني نفسنا عشان نديها كتير. فنشوف بقى اقرب مناسبه بعد العيد الكبير وتعمل حسابك. والله اقرب مناسبه لينا كلنا بتبقى اول الشهر دايما. دي بتبقى المناسبه بس الوحيد اللي بيختفي فيها خطيب. ما بيتبخر خالص. فده انت إيه؟ يعني بقى يعني كان كنت عايزه 20 جنيه جديده يا شيخ. طيب حاضر. يعني ما هو بص انا عايز اقول لك حاجه بقى. انا هقول لك حاجه. عارفه ليه ما جبتلكيش الجديده؟ باستثناء ان انا ما لقيتهاش. ما بيتكتبش عليها. بلاستيك. مش مشكله اكتب لي جنبها كده. عارف في جوابات صغيره كده. وهو ممنوع اصلا الكتابه عليها.
في جوابات صغيره اللي هو الاظرف الصغيره بتاعه اعياد الميلاد دي اكتب لي عليها. عارفه بقى انا ليه بقى قلت لك كده؟ علشان اعرف اللي انت عايزاه واعمله. الله الله اهم حاجه يا جماعه اللي هي مش هتكمل حلقه غير لما تحط 20 جنيه هو ما بانش بس هي قالت الله ورجعت اما تحط ال 20 جنيه وهتكمل الحلقه. طب والله الوحيد اللي في البرنامج ده اللي بيديني عيديه. والله العظيم وانا الوحيد اللي في البرنامج ده محتاج اخد عيديات من كل الناس. والله ربنا اللي عالم والله. طيب نتكلم جد بقى شويه خلاص بطل احط العيديه. جد شويه حلو. طيب هو دلوقتي بيقولوا ان العيد الكبير ده هو عيد لحمه فعلا. انا ما بحبش الكلمه دي. ماشي. هو فكره عيد اللحمه والناس تاكل وبتاع. الستات والبنات ما بيهمهاش الاكل على قد ما بيهمها اللقطه الحلوه. اللقطة الحلوة ان هي لو متجوزة او مخطوبة او مرتبطة تحب كده ان خطيبها او جوزها يعيد عليها. ماشي. يعيد عليها بقى بعيدية بهدية بمفاجأة حلوة. انت انا حاسس ان بفكر اصل انا في افكار كتيرة جدا. الطموح بتوسع. الطموح انت عايشة معانا؟ عارف توم اند جيري لما كانت دولارات كده على عينيه كده تنزل؟ طبعا بفكر في المفاجآت اللي انا بشوفها على السوشيال ميديا بقى بس بره مش هنا. يعني واحد مثلا يبقى زي ايه طيب؟ احكي لنا. يعني واحد بيعرض على مثلا حبيبته عرض يعني ان هي عايز يتجوزها مثلا فيعملها بروبوزل. اوكي. فيقدم لها خاتم الجواز مع عربيه مثلا ملفوفه بالشريط احمر. ده بره بقى مالناش دعوه احنا. او مثلا هي زعلانه فبيجيب لها هديه. فيقوم مثلا برضو رابط لها هديه عربيه في الشريط كده بينك لذيذ قوي بوكس كبير كده وبلالين هيليوم بتطير. وحاجات انا فهمت دلوقتي يا جماعه. انا فهمت اهم حاجه عنده النوران الرابطه. الرابطه الفيونكه. لعلمك انا ايا كان ايه المضمون احنا مالناش دعوه باللي اتقال. انا ركزت انا يهمني المضمون انا ما يفرقش معايا الرابطه. اصل انا لقيتك مركزه في موضوع الرابطه ده جدا. ما هو جايب لها عربيه فهي تفتكر هيفرق معاها الرابطه. بس هو رابطها لها كمان. انت قلتي بره. بره وممكن يبقى جوه. يعني ممكن يعني والله يعني ربنا يرزق الناس والله العظيم. يعني ربنا يرزق الناس والله العظيم. بس يعني والله بصي انا معاكي. يعني اللي قادر يا جماعه اللي عنده المقدره النفسيه والماديه ان هو يعمل كل حاجه مش شرط بقى في موضوع العيد بجانب العيديه علشان احنا بنتكلم اكتر عن العيد بجانب العيديه انك تعمل اي حاجه لحبيبتك خطيبتك مراتك اي حاجه اعملها والله صدقوني يا جماعه الحاجات دي بتفرق. ويمكن احنا دايما مش بنشجع ان احنا بنحب بعض علشان ده جاب لي او بيعمل لي او بيجيب لي لا أو اي لا حاجه طبعا. لكن لا طبعا لكن ايوه ما هو ده انا كنت هوضحه ما تقلقيش. لكن هي بتبقى عباره عن باكج بتبقى عباره عن كده حاجه مجمله بالكامل كلها الحاجات دي بتفرق. بتفرق جدا مع الشخص ان هو يحس بس انك فاكره وبتقدره حتى لو بحاجه بسيطه جدا. وقبل كل ده طبعا اهم حاجه المعامله طبعا الكويسه. هقول لك وجهه نظري في الموضوع ده بس بعد ما ناخد مروه. ماشي يا مروه ازيك؟ الحمد لله كويسه. عاملين ايه؟ انتوا طيبين وانتي طيبه يا مروه. قولي لي يا مروه عاديه ولا مش عاديه؟ العيد ده بتاع عاديه ولا لا؟ يعني عاديه صغيره. ايه ده؟ عشان ما تقولش كده على الهوا. ثلاث ارباع العيديه راحت في اللحمه. لا احنا بناخد عيديه بس من يعني بابا بيديني وخالتي بتديني واخويا الكبير بيديني فبس هي برضه مش كبيره. هو انت لسه بتاخدي عيديات من العيله كلها؟ انا نفسي منهم ليه؟ طيب حد يقول لي الرزق؟ لا يا جماعه الله. اصل احنا في مرحله ان احنا اللي بندي العيديه دلوقتي. احنا كبرنا وبقى في اطفال في العيله. لا ما هو في اطفال بس انا في الحته دي بكون مع الاطفال. اخد مع الاطفال. بتجمعي كام في العيد؟ لا مش عارفه والله. لان بيبقى يعني بيبقى كل عيد على حسب. لا والله مش عارفه والله. يا مروه مش عارفه. قولي بس قولي مش هنحسدك. الله اكبر يا ستي. الله اكبر من قبل اي حاجه. مثلا يعني ممكن بتبقى 1000 اكتر على حسب مين اللي بيديني. على حسب مين اللي بيديني. طبعا. طب انت ثانيه واحده يعني انت عندك دلوقتي العيله متقسمه فئات. في ناس بتدي كتير وفي ناس على حسب كل واحد وظروفه وامكانياته. بالظبط. هي في النهايه بقينا كتير فبقى اللي كان بيتوزع زمان على 3 4 بيتوزع دلوقتي ما شاء الله على 8 مثلا. فدي برضو يعني هي سلاح ذو حدين. ان احنا بالزبط. الاول كنا بناخد ودلوقتي بقى في اطفال بتشاركنا العيديه. يعني انت ممكن تاخدي العيديه وتديها للاطفال. ما انت كده ما خسرتيش حاجه. لا ما انا ما بعملش كده برضه ولا خدتي حاجه.
يعني بجد ما خسرتيش حاجه ولا خدتي حاجه. لا ما بديش، مع ان نوران لو مكانك مش تعمل كده. انا عارف طبعا، انا هاخد العيديه من العيال الصغيره. اهو اهو ده يا حبايبي شغالكم معايا، ده كلنا مش معقول كده. بصي انا ممكن اضحك على العيال الصغيره بلعبه بحاجات هم يتبسطوا، بيعملوا ايه بالفلوس؟ صح، احنا خدنا نحوشها لهم. اصل هقول لك على حاجه، الاطفال انا لو اديت عيديه لطفل مثلا في العيله، مين اللي هتاخد العيديه؟ مامته. زي ما كان بيحصل معانا واحنا صغيرين. هاتوا يا حبايبي، فعلا كانوا بيقولوا لنا هاتوا يا حبايبي العيديه نشيلها. ايوه هحوش لك على حد مش عارفه ما تاخدي الاجازه وتنزلي تجيبي اللي انت عايزاه. تيجي الاجازه ما بنلاقيش العيديه، يعني عارفه بندور على العيديه بعد كده. طب بس خليني اقول لك، الاطفال دلوقتي بقى ما بقوش كده، يعني احنا كنا زمان احنا اللي كده. لكن دلوقتي الاطفال ما بقاش فيهم كده خالص. صح. طب انت يا مروه ناويه تدي عيديه امتى؟ شايفه كده في انهي فتره؟ انهي فتره؟ مش عارفه يعني، بس حاسه ان لسه صغيره ان انا ادي عيديه، يعني مش عارفه. مش عندك كام سنه؟ نحمد ربنا ان في النيه، يعني هي فكرت. انا ما توقعتش ان هي. لا انا عايز اعرف عندها كام سنه عشان تقول. انا عندي 29. 29 ايوه. لسه صغيره. لا لسه صغيره فعلا. لسه والله 29 لسه صغيره، و30 لسه صغيره، و40 لسه صغيره. لسه يا جماعه في ايه يا جماعه؟ لما اوصل لل 60 بقى بفكر ان انا ادي. طب قولي لي ايه تاني غير العيديه تحبي تاخديه في العيد مثلا؟ لو انت مرتبطه بحد، مخطوبه، متجوزه. لو انا مرتبطه حد يجيب لي حاجه يعني. واحده 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 واحده. ايوه واحده واحده واحنا بنفكر. ايوه لا والله مش بفكر، ان هو لو ما جابش انا مش هطلب. مش ايه ده بجد؟ لو ما جابش هي مش هتطلب. ما جابش انا طبيعي انك مش هتطلبي، بس مش هتضايقي. بس على فكره بس عايز اقول حاجه يا شيخ، هي الفكره مش في الفلوس، يعني مش في الماده. هي الفكره اقول لك كده، اصل هي الفكره في التقدير، يعني والله انه افتكرك حضرتك هاته بالظبط. يعني ممكن حد بصي، ممكن حد يروح يجيب لنا حاجه صغيره قوي بس احنا نفرح بيها، لان هي دي اللي في الامكانيات المتاحه دلوقتي. وحد ممكن يجيب حاجه كبيره جدا او يدي هديه كبيره ويجيب لبس العيد ومش عارف ايه، وفي النهايه انت مش حاسه بيها اصلا. بالظبط، لان هي ملهاش قيمه. ايوه فهي دي الاختلاف. لكن هحب ايه؟ احب ان اللي قدامي يقدرني بس. سمحت والله عايزه. والله يا مروه يعني بصي، انا احترت، انا احترت معاك والله العظيم احترت. ليه بقى؟ يعني كرجاله عارفه والله انت قلتي ايه؟ الستات والبنات على فكره قانوعين جدا، مش عايزين حاجه. هي كل الحكايه ان هو عايزه الشخص اللي معاه يفتكرها. ويعني بأي دايما كان يفكر ازاي يبسطها اللي قدر عليه. ايا كان هو اللي قدر عليه. بالظبط. انا هقول لك على حاجه، انا هاخد الفيديوهات دي اثبات عندي. خلينا مع بعض ماشي. دلوقتي هو شخص محترم وكل حاجة ومقدرني ماشي. انا وافق تاني، معلش احنا بناكل وبنشرب وبنلبس في بيوت اهالينا. والله العظيم برافو عليك. القصة دي كلها اساسا ملهاش لازمة. صح. يعني فكرة بقى ان انا مستنية العيد والعيدية والهدية ومش عارف ايه، ما انا ممكن لو انا معايا فلوس هنزل هجيب لنفسي الخروف اللي هو اللعبة اللي بيتباع ده، هجيب لنفسي كل اللي نفسي فيه وخلاص. هخرج مع اصحابي وهتبسط برضه. صح. هخرج لوحدي وهتبسط، لو الشخصيه هي من الناس اللي بتتبسط من ان هي تخرج لوحدها. صح. في الاوفر اول انا هتبسط، لكن في النهايه انت بقى هتعمل ايه؟ يعني انت ايه دورك اصلا؟ انت عامل ده بحب ولا ان ده الفرض والعرف؟ خليني والله يا مروه يعني انا هرد عليكي رد ملوش دعوه بالموضوع. يعني اشكر لنا اهلك على اسلوب التربيه والفكر ده، ان هو طالع بجد فيكي وفي بنت، ربنا يخليهم لك. يعني دي حاجه لازم اقولها لك بجد. الله يخليك والله، ربنا يخليك. مروه كسفت برضه؟ كسفت برضه؟ ماشي. شكرا يا مروه، نورتينا حبيبتي. طيب عايزه اقول لك انه العيديه هي ذكريات. يعني مثلا واحده وخطيبها، فلما يتجوزوا العيد، فاكر لما كنت عامل لي مش عارفه ايه وجبت لي واديتني اول عيديه كانت مثلا واحده وزميلها. مثلا الصغير ما كتبتش، بس السنه نكتب السنه. لا اكتب السنه. عشان حاضر. من دلوقتي هنبدا نعد. يحيينا ويحييك. يحيينا ويحييك. في ايه بقى؟ فهي ذكريات. صح. يعني لو فاكر يا شريف لما اديتني 20 جنيه على الهوا. طبعا انا فاكر، انا هنسى ده، انا الفيديو هفضل شايله عندي. فدي ذكرى حلوه. لكن لما كل ايامهم شبه بعضها، يعني ما بيجيب لهاش حاجه، هي مش بتفتكر له حاجه حلوه، فخلاص يعني. ايه اللي بقى هيعيشوا عليه؟ الذكريات فين الحلوه؟ أيوة هي صح. كمان قصاد ده بتعمل مجهود كبير جدا ان هي تعمل له اكله حلوه، تعمل له كيكه حلوه.
اتغيرتي والله يا نوران. بسبوسه حلوه. والله اتغيرتي والله يا نوران. عارفه لو معانا نوره في الهواء تقول ولا كنتوا هتجيبوا سيره الطبيخ ولا كيكه حلوه ولا فاكهه حلوه. يعني ايه مش فاهمه؟ والله ما كنتوش بتذكروا الحاجات دي والله. ده تطور. لا لا ازاي؟ لا ما بص هقول لك على حاجه، العلاقه أيوه. دي هات وخد. ايوه. اوكي؟ مش هيفضل الشخص طول الوقت تيكر، وما ينفعش شخص تاني يبقى جذر طول الوقت، يعني صح. معطاء طول الوقت والتاني بياخد بس. لازم في بالانس. ياخد ويدي. فهو بيدي ذكريات حلوه، لقطات لذيذه، هديه عاديه، الكلام ده. هي كمان قصاد ده لازم تدي له اهتمام. صح. تدي له حب. صح. الحب ده بيترجم لايه؟ انها تتعب نفسها وتقف في المطبخ تعمل اكله حلوه. او هديه مثلا ممكن. او حاجه كان نفسه فيها تجيبها له. سلام. مثلا هديه صح. هو مثلا بيحب ساعه معينه. ماشي. جابتها له. ما دي برده على فكره تعتبر هديه. ايه المشكله ان هو يعني مش الناس في الكريسماس بتهادي بعض. صح. صح. وفي راس السنه بيهادوا بعض. ايوه. بقى نفس الكلام. انت بس واخد الكلام لنا. ان انا دايما موجهه كلامي لان الرجاله لازم تعمل للستات. لا والله الستات كمان بتعمل للرجاله. تنكريش ان انا اعلامي شاطر وخدت الاجابات كتير من حاجات كتير ما كنتيش بتقوليها. ليه؟ ما تنكريش. لا انت كده كده شاطر. ربنا يخليك. انت ما بتاخدش كلام مني غير بمزاجي. خليني اشوف ما اتخانق معاك. ماليش علاقه. لا بنكشك بس كده يا نوران، يعني العيد بقى جاي وبتاع ف بتعمل ايه في العيد يا شيكو؟ مين انا؟ والله انا عايز انام. انا عايز انام. بعد ما انام نشوف بقى الموضوع ده. يعني هبقى هنا يا الا هنتجمع هنا برضو، يا الا لو قرايبي مسافرين نسافر ممكن. يعني. طب قول لي اول عيديه خدتها كانت من مين وكانت كام وكانت في انهي عيد؟ كبير ولا صغير؟ ده اختبار ذاكره، ده مش اختبار عيد. اي حاجه فاكرها. بص انا هقول لك حاجه. انا يعني طفولتي عامه من بعد يعني والدتي، يعني بجانب والدتي وجدتي، خالتي الله يرحمها. يعني كانت طنط سهير، كانت يعني الله يرحمها، كانت دايما تسويتش عيد ميلاد، عيد اي حاجه، لا يعني تديني عيدية. ده هي اصلا يعني لو نديها بوسه انا واخواتي، البوسه كانت مثلا اخويا الكبير ب 20 انا بوسي كانت ب 10، فاحنا كنا بنزيط. فهي كنا بنخلص لها الفلوس، ولو فلوس ما كفتش المره الجايه لما بتيجي تقوم مديانا باثر رجعي. دي جميله قوي، طيبه جدا قوي. جدا ربنا يرحمها. الله يا رب. فالموضوع ده دي اكتر حاجه انا عمري ما هنساها، فاهمه؟ فمثلا جاي مثلا عيد مثلا قريب من عيد ميلادي، فاللي هو عيد ميلادي جابتني مثلا، انا بحب العربيات قوي، الريموت كنترول والحاجات، وما زلت لغايه دلوقتي تلاقيني قاعد في وسط الاطفال بلعب معاهم. لو حد ماشي في الشارع كده يا جماعه ده الطفل بيلعب بالعربيه، ممكن اقف جنبه عادي، يعني هستنى دوري، انا بعدك هلعب بعدك، اخد لفه واحده. تجيبها لي. وبعد كده برضو يجي العيد بقى، انا بكلمك بقى في زمن برضو شويه يعني، فمثلا 50 جنيه. ده انتوا كنتوا بتستغلوها ايه؟ لا جدا جدا. وخلاني بصراحه، وطبعا بقى جدتي يعني ما رايح جاي عليها قوي. بحب عاديه الجده قوي. جدتي كانت عايشه معايا، ما هي اللي مربياني. مامت مامتي. فكان اي فلوس جديده معاها تديها لك. اكيد كانت بتعمل كده. هو قديم اصل انا عارف الكيس فين. فانا نانا انا هاخد كذا. لا حاضر. فخدت. ما انا بقى الصغير بقى وانا الذكريات دي كانت حلوه قوي. بس تفتكر الحاجات دي لسه عايشه لحد دلوقتي؟ بصي هقدر اقول لك ان هي عايشه، لان هي عايشه في بيتنا. يعني عايشه في بيتنا وعايشه في عائلتنا، ان انا والدتي كده مع بنات اختي. فهي لا يعني الحاجات دي بتبقى عايشه. لا وما بسمع برضو في بيوت صحابي، لا لسه يعني ما زالوا اما الاقي اول يوم يا جماعه كده انا مش هظهر غير الساعه 10 بالليل، عشان بقى احنا عند جدي او عند خالي او عند عمي او حاجه قاعدين كلنا وبندبح، او لو مفيش ناس مثلا هتدبح متجمعين ما تقابلناش، عشان بقى مش بحب اسمع الحاجات دي جدا، ان هي لسه موجوده. مش كله يعني، يمكن حته السفر دي حسيتها بقت موضه جديده. يمكن زمان كانت العيد بيجي لو على الاقل اول يوم ده بنقعد نتجمع، ولا النهارده الناس بتصدق. وطبعا ده طبيعي يعني، ظروف الحياه اتغيرت والدنيا اتغيرت، فبشوف ان دلوقتي الحاجات دي قلت شويه. هي قلت بشكل كبير قوي، وللاسف يعني فعلا بقت في عادات جديده يعني علينا كلنا، خلاص بقينا نعملها. فكره السفر، لو احنا العيد جاي في الصيف فيلا ساحل ولا جونه. الناس بقت مثلا او مثلا رخم انا قوي. بتفصلني يعني، انا كنت مركزه. لا ليه والله العظيم ما اقدرش اقسم بالله. انا اسف. اتفضلي.
فاللي هو السفر كمان الاولاد ما بقوش يقعدوا مع اهاليهم. يعني انا فاكره زمان لما كنا صغيرين فعلا اول يوم العيد ده كانت نروح نصلي العيد ونرجع بقى بعد الذبح. احلى حاجه في العيد كله اصلا صلاه العيد. طبعا بعد الذبح بقى في العيد الكبير بنقعد بقى العيله تتجمع، وكان بيبقى فيه بقى البلالين وفي الحاجات دي، وطبعا التلفزيون شغال واغاني العيد والابتهالات ووقفه عرفه، وبعد كده اول يوم بقى المسرحيات، وبعد كده بقى بنتجمع عند جدي وجدتي، خالتي تيجي تزورنا احنا نروح لها، يبقى كان في تجمعات عائليه. اول وتاني يوم العيد ده كان دايما كده ارتباطات عائليه، بعد كده بقى اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها. بس انا كنت زمان مرتبطه جدا باهلي، يعني ما فيش فكره ان احنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه. دلوقتي بقيت احس انه الاهالي يلا نسافر، الاولاد مع اصحابهم بقى يروحوا يقضوا مع بعض بقى في اي بيتش اي كافيه، يعملوا يسهروا بالليل. صح. والابهات والامهات بقى بيتجمعوا مع بعض، الماميز والرجاله يقعدوا بقى في كافيه ويقعدوا مع بعض وخلاص كل واحد بقى في وادي. ده قلل شويه الذكريات اللي ممكن تبقى حلوه بعد كده. انا وانت بنتكلم عن ذكرياتنا مع اهالينا، احنا عندنا حاجه حلوه نحكيها لاولادنا قدام ونعيش عليها. بس انا صعبان عليا بصراحه الجيل الجديد ده وبالذات الاطفال، حتى العيديه لما بتيجي تديهم عيديه هم يعني ايه عيديه؟ مش فاهمين، هم عايزين حاجات تانية. بالظبط. عارفه كده لما بنقعد مع اهالينا يقول لك لا زمان زمان حاجه كان لها طعم تاني. على ايامهم. دلوقتي بتلاقي ان كل زمن يا جماعه الاوضاع بتتغير، الدنيا بتتغير خالص. يعني يقول لك لا انتوا ما شفتوش خير، ده احنا اللي شفناه، هم يقولوا كده على زمانهم. احنا لحقنا وإحنا شويه. او احنا لحقنا شويه. لحقنا شويه. بنتكلم في الخير في ايه برضه عشان الكلام يبقى واضح؟ بنتكلم عن العادات والتقاليد اللي كنا بنعملها، البساطه في كل حاجه. عدم وجود مثلا قصص مثلا البراندات والسينيهات ومش عارف وايه وايه والحاجات الكتير. أيوة. اللي طلعت اللي هي بقت عامله لنا زحمه في مخنا وفي حياتنا وفي عامله عليك حمل حمل تقل كده، اللي هو انت لازم، انت اوريدي في كوميونتي معين فانت لازم تبقى بتعمل زيهم. بالظبط. للاسف. فهي دي الحاجه، خصوصا بقى حته اختفاء فعلا العيديه دي، دي حاجه انا بحسها كارثه. طبعا كارثه، لان يعني هي احساسها او تفاصيلها هي ما بتتوصفش، او ليها مالهاش كلام برضو يشرح. بس انا بحس ان هي كانت حاجه بتعمل زي صله رحم. ايوه صله رحم جدا ان احنا بنتجمع، حتى عارفه لو هو قرايب كتير وفي ناس ممكن يكون بينهم من بعض مشاكل، بيجوا في العيد بيتجمعوا ويجي مثلا ده ابن ده، ده بيدي لده وده بيدي لده، وتلاقي الدنيا تعرف لفه. انا وانا صغيره كان عندي درج كده كنت ببقى بحط فيه كل العيديات اللي باخدها، وكانت بالذات الفلوس اللي بيبقى مكتوب عليها زي ما انت كتبت لي كده على العيديه، بيبقى في حد في قرايبنا بقى خالي عمي يكتبوا لي عليها، وحتى لو كانت العيديه يعني سواء كبيره او صغيره بس هي رمزيه جدا. يعني هي فكره انه مكتوب لي عليها، انا بقى لما كل فتره كده بيوحشني الاحساس ده بفتح الدرج وبشوف الفلوس دي وبقرا كل واحد كان كاتب لي ايه، فكان احساس حلو جدا. يعني ده مش موجود دلوقتي للاسف. حتى لو في عاديه بيبقى اي طفل او مثلا بنت او ولد عندها 15 سنه مثلا في سن المراهقه، هي عايزه مبلغ، هي مش عايزه حد يكتب لها على الفلوس. على فكره انه كل سنه وانت طيبه ويا رب نبقى مع بعض طول السنه، لا هي عايزه مبلغ، عايزه تنزل تشتري حاجه معينه مثلا، ايربودز جديده مثلا، عايزه تشتري لبس جديد، عايزه مش عارفه تعمل ايه مع اصحابها، تروح هتسهر فين. الولد نفس الكلام، هم مش فارق معاهم الحاجات الجميله اللي ليها معاني، هم فارق معاهم الماده اكتر، ودي حاجه برضو كارثه احنا داخلين عليها. هي بصي انا هقول لك حاجه، هي ممكن برضو بتبقى احنا مش داخلين عليها، احنا اوريدي بقى لنا فيها فعلاً فتره بقى لنا فيها فعلا فتره، حتى احنا ممكن بنشوف ان احنا فضلت الطفوله متشابهه لاعمار كتير ولزمن كتير. مؤخرا الطفوله بقت متغيره تماما. يعني احنا الاطفال يا شيخ، احنا ايه والله العظيم، يعني الطفوله النهارده، يعني انا النهارده مثلا بيوحشني ان انا اروح النادي بتاعي مثلا واقعد اتفرج على الاماكن اللي كنت بتمرن فيها وانا صغير. مثلا اللي هو فاهم قصدي. فالنهارده بتلاقي معظم الشباب ممكن معظمهم في الجيم، لكن مش ما عندوش حته مثلا الرياضه، النادي، تجمعات. فاكر يوم البسين الصبح مثلا لما كانت مثلا مامتك تاخدك البسين الصبح مثلا، مامتك تعمل لنا سندوتشات ونروح ننزل البول طول اليوم. هو احلى حاجه بقى السندوتشات دي ولما بتتبل، يعني بناكلها على حرف البول. ايه سندوتشات الحلاوه، انا كنت لازم اي انا كله باخد كومبو. ايوه ما انا بالنسبه لي مربة المشمش والحلاوه على البحر او البول دول اهم حاجه في حياتي لازم. ولو ما مش موجودين بعمل مصيبه. خلاص كده اليوم بالنسبه لي اتقفل. احنا عرفنا السر.
بس خلاص قطعت الحلاوه دلوقتي وقطعت المربى. لا ما تقوليش كده، ايه ده؟ خلاص نو سويتس خلاص. لا خلاص خلاص كده تمرين احلى بكتير من غير سكر. النهارده جيم ورياضه، رياضه و رياضه وجيم، جيم ورياضه وهوا 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 على طول. يعني يا جماعه في الاول او في الاخر كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كده، ورب كده يعني يكون كل الايام بخير وعيد. ويا جماعه حاولوا 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 دايما اخلي ولادكم يعيشوا اللي انتوا عشتوه زمان، حتى لو بطريقه بسيطه جدا او طريقه حديثه شويه، بس بلاش الحاجات اللي احنا كلنا عارفينها بالعادات والتقاليد اللي احنا بنحبها وبتفضل هي الذكريات اللي بتكون مصبرانا على اي حاجه في حياتنا دي ما تكونش بتتوارث وبتكمل معانا لسنين قدام. خلينا بقى نطلع على الفاصل ونرجع بقى بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا احمد الخولي وشعبان سعيد ونعرف منهم كده موضوع الابتهال ده بدأ معاهم ازاي، ونستمتع معاهم كمان بالانشاد الديني بعد الفاصل. يعني في الاول او في الاخر زي ما حضراتكم عارفين كلها ايام، ويكون عيد الاضحى على الابواب، ويمكن يعني شهر ذي الحجه كده دايما بيكون مليان بالروحانيات، وبنقدر كده ان احنا نحس فيه كده باسترجاع كده ذاتنا، وان احنا نفضل دايما بنرجع للصواب في كل شيء. ويمكن احنا علشان في الايام الجميله دي فبنحب دايما ان احنا ممكن نسمع الابتهالات ونسمع الانشاد الديني وطبعا القران الكريم، ويمكن علشان خلاص يعني كلها ايام فقررنا ان احنا بقى نحتفل معاكم على الهوا مع طبعا يعني اقدر اقول عليهم القراء العظام ان شاء الله في المستقبل، احمد الخولي والمنشد والمبتهل شعبان سعيد. ارحب بيهم معاكم. ازيك يا شعبان؟ عامل ايه الاخبار؟ ازيك يا احمد؟ منورنا وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب وبخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. الله يسعد عليكم جميعا، وفرحانه بيكم كده وانتم عاملين فريق، مشكلين فريق كده مع بعض في الابتهال الديني والانشاد، يعني حاجه جميله جدا. بس قبل طبعا ما نسمع ابتهالاتكم وايات من الذكر الحكيم، عايزه اتعرف عليكم اكتر. طبعًا. مين يبدا؟ اتفضل يا شعبان. انا شعبان سعيد، لسه خريج رسميا من امبارح. خريج ايه؟ الف مبروك. رسميا لسه متخرج امبارح. الف مبروك. الحمد لله رب العالمين. اتخرجت من ايه؟ من كليه تجاره، بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره. الحمد لله. ومن بني سويف، من قريه اسمها قريه الحريه. بدات مجالي الانشاد يعني من صغري، يعني من سته ابتدائي تقريبا كده. وانطلقت في المجال بقى، يعني مدرس في الفصل اكتشفني عن طريق نص قراني كنت بسمعه بصوت احد المشايخ فقلته، فجت كويسه فبداوا يشجعوني. حلو جدا. هي حلو جدا. وانت يا احمد؟ انا اسمي احمد الخولي، من محافظه البحيره، قريه زبيده، مركز تلبط. انا برضو خريج، برضو حديث، برضو بس من كليه الزراعه جامعه الازهر. برضو اكتشفت موهبتي عن طريق، برضو يعني كنت قاعد مع اصحابي وكده، فصوتي حلو والكلام ده يعني. كان ده من 5 6 سنين فاتوا يعني وكده، بس فبالتالي يعني انت اكتشفت الموضوع قريب؟ لا، من 5 6 سنين ولا 5 6 سنين بالظبط بدات ان انا ابدا اقرا قران، ابتهل، انشد الكلام ده يعني. حلو قوي. اندمجت بقى في موضوع القراءه، في موضوع التقليد، في موضوع الانشاد كده يعني. الحمد لله يعني ومستمرين. طب يا رب دايما. عرفتوا بعض ازاي؟ احنا انا لفت نظري الموضوع، ليه ما لقيتش دراسه، ما لقيتش محافظه، فانا عايز اعرف انت بعد ازاي تيم اسمه عن طريق احتفاليه. يعني عن طريق احتفاليه. أيوة. بدانا عرفنا بعض، كان هو الاساس في الفكره كلها زميله لينا اسمها ياسمين محمد من كفر الشيخ. هي ياسمين صاحبه الفكره، يعني احنا كنا في احتفاليه من بعض، بدانا كلنا اتعرفنا على بعض، انا واحمد ومعانا حسام وخالد. خالد زاني الفرقه كلها يعني، كلها هو خالد ما عرفش يجي، كان جاي معانا بس تعب طبعا فاعتذر. السلام عليكم. الله يسلمك. فبدانا بقى ظبطنا امورنا مع بعض، لقينا في اندماج، بقينا قريبين من بعض قوي. فمن هنا بقى بدانا فكره طب نعمل حاجه مع بعض. يعني ليه ما نعملش حاجه مع بعض، احمد وخالد وشعبان. وان شاء الله قريب يعني احنا هنعمل حاجات تاني كتير مع بعض كتسجيلات. طيب انتوا بتعملوا ايه مع بعض؟ يعني دايما لما بنسمع منشد او مقرئ مثلا بيبقى لوحده بيبتهل مع نفسه، انتوا ازاي بتعملوا فريق مع بعض؟ لا احنا ممكن نعمل حاجه مختلفه، مثلا يعني ابتهال مع بعض، ممكن نقول اناشيد مع بعض، نقرا قران مع بعض. يعني احنا ساعات كتير جدا لما نقعد في مكان عام مثلا ممكن نقعد ونبتهل، نقرا قران،
يعني موضوع الكسوف والكلام ده مش عندي قارئ قران الكريم. وصلنا الحاجز ده. تمام. وصلتوا الحاجز ده يعني متاكد؟ خلاص خلاص متاكدين؟ لا اصل احنا مش بنعمل حاجه غلط، اللي احنا ايوه لا احنا متجمعين في الخير طبعا، بنشجعوا بعض على احلى حاجه في الدنيا. فعلا احنا معرفتنا خير طبعا، احنا معرفتنا قريب جدا مش من زمان يعني. الحمد لله. هو تقريبا شعبان وزميلتنا اسمها ياسمين وخالد وحسام كانوا الأربعة مع بعض من زمان قوي. أنا اللي منضم لهم قريب عن طريق حفلة بقى، اتجمعنا مع بعض، كان في ألفة ما بيننا بصراحة يعني. الحمد لله يعني. طب ما تيجي بقى نشوف اللي أنتوا بتحكوه ده كله كده بقى عملي. إن شاء الله. إحنا ممكن نبدأ بقمر مثلا. نبدأ بشدة قمر ونقولها سوا دويتو مع بعض. ماشي يلا بينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني التناغم ما بينكم باين جدا، باين ان التدريبات مستمره، باين يعني ما شاء الله ربنا يحفظكم. بس انا عايز اعرف بتمرنوا قد ايه؟ يعني انت تقول انت منضم حديثا، ده مش باين ما شاء الله طبعا. لا بص، حكايه التمرينات وكده، هو بص الصوت ده موهبه يعني، ده احنا ممكن ان احنا نعمل تاتشات على الصوت بتاعنا، انما موهبه عند ربنا. ننمي الموهبه، التنميه بتاعتها، انما ماشي. احنا صوتنا ده طبيعي. بص احنا ما رحناش، احنا كلنا كده ما رحناش لشيخ مثلا يعلمنا المقامات الموسيقيه، ما رحناش مثلا معهد قراءات اللي هو يعلمنا المقامات ويعلمنا كده، كل ده اجتهاد سمعي. شخصي سمعي. هو الموهبه بتاعت الصوت بالذات، انا دايما اي حد بينصحني يقول لي انت بتعمل ايه، بقول له اسمع كتير بجد. لما بتسمع دي من احد المناهج يعني، دي اساسيه، هتسمع طبعًا. صح هتعرف تقول صح، هتجيب مقامات من غير ما تحس. هي ممكن الناس مستغربه شويه مثلا ان احنا بنتنقل من مقام لمقام، وانتوا ازاي اصلا مش دارسين مقامات؟ الموضوع ده بيبقى محتاج تدريب جدا طبعا كمان. يعني انا بسمع بسمع زملاء ان هم ممكن يقعدوا سنين السنين بيتعلموا عندي شيخ وشيخ طبعًا. وشيخ وشيخ وتعليم مقامات. بس حفظتوا المقامات يعني مثلا حفظت مثلا المقامات او كده، ولا خلاص انت واخدها سمعي وعارف انك بتنقل من مقام لمقام؟ هو مش موضوع انا ممكن انا عارف مثلا مقام الصبا مقام الحزن، فانا مثلا بشوف مين مثلا بيقول بالمقام الصبا واعرف بيقول ازاي وهقول زيه. فبتعرف الطريقة. المقام من هنا خلاص. خلاص نعرف مفتاح المقام نفسه يعني. مفتاح ده مقام الصبا، لكن كمقام وادرس مقامات معينه. لما بتحبوا تسالوا حد مثلا انتوا ماشيين صح، بتقروا صح، ماشيين على المقام مظبوط ولا لا، بترجعوا لمين من مثلا المشايخ او المنشدين اللي عندهم خبره في الموضوع ده؟ احنا ممكن نرجع مثلا لحد عنده خبره يعني، مش ندرس عنده مثلا. انا دلوقتي يعني مثلا ترجع تستشيره مثلا. استشيره في كتير طبعا، في يعني ناس يعني مش شرط يكون مشهورين، بس هم يعني في بلادهم معروفين ان هم دارسين المقامات وكده. يعني انتوا لما بتبقوا عايزين تستشيروا حد بترجعوا؟ برجع لحد او برجع لحد برضه عشان يفيدني. اصل يعني المجال ده مجال كبير واسع جدا. المجال ده مجال يعني ملوش نهايه طبعا، ملوش نهايه خالص يعني. انت لازم عشان خاطر يعني تاخد كل اللي في المجال ده لازم تسأل وتعمل الكلام ده يعني. طيب احنا سمعنا ان انتوا بتقلدوا اكتر من 30 مقرئ من المشايخ، عايز اعرف يعني اسمين ثلاثة مثلا منهم، واكيد هنسمع برضو منكم يعني. تمام ماشي. يعني انا مثلا بقلد الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، بجيب الشيخ حسن صالح، الشيخ فارس عباد، شيخ ماهر المعقلي. بالظبط. سماهم المنشاوي. لا شوية. واحمد احمد ملقب بالقطام المصري. يعني احمد ملقبينه بالقطام المصري. لا هيسمع لكم المنشاوي بصراحة يعني رخامة الصوت بتاعها هيجيبها لكم بالظبط. خلاص احنا هنسمع اقتراح. ماشي. يا قومي انما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أنا بصيت لها على طول. ما شاء الله. طب وأنت يا أحمد هتقلد لها مين؟ مثلا في شيوخ كتير مثلا. هذا الخطاب. ممكن ادي قطار مثلا؟ ادي قطار. كان مقطع تيشيرت بيه يعني. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار،
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. صدق الله. انت اشعرتني ودمعتني دمع انتوا الاثنين بصراحه. يعني الله يفتح عليكم والله العظيم. شباب يفرح والله. انا 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 علقت يا جماعه انا معترف انا فقدت النطق لشويه ثواني بجد. لا ما شاء الله ما شاء الله عليك. طيب عايز اعرف انتوا اتعلمتوا برضو التقليد ازاي؟ ما هو القران ليه برضو دراسه تانية خالص. تمام. انا بالنسبه لي اكتشفتوها ازاي؟ طيب كده بالنسبه لي التقليد سماعي، انا بحاول اسمع الشيخ واجيب نبره صوته بالظبط وامشي مع النبره، افضل اجيبها مره واثنين وثلاثه، فلاقي صوتي حنجرتي خلاص مشت مع الموضوع فاكمل بقى. احاول يعني تعرف ازاي بقى ان انت وصلت للصوت؟ بتسجل لنفسك؟ بسجل لنفسي برجع. احنا عايزين ما تقول لنا بقى التفاصيل، بلاش بوكل بقى قول. لا يعني انا بحاول اجيب النغمه واسجل نفسي واشوف بعد كده اسمع اللي انا سجلته واروح اسمع النغمه بتاع القارئ. حلو. ارجع اعيد مره واثنين وثلاثه لحد ما الاقي نفسي جبت النغمه خلاص. انت طالما جبتها مش هتنساها تاني. يعني حلو. انت مجرد ما حاولت مره اتنين وجبت النغمه هتقعد تذكرها بعد كده هتجيبها خلاص. خلاص بعدين اضافه لكلام شعبان برضو ان الموهبه دي بتكون فطره للواحد يعني مش بيتدخل فيها تماما. هو يعني ممكن يطور من نفسه التقليد. بس تطوير. في ناس بتقلد وفي ناس بتحاكي. في حضرتك مثلا في واحد ممكن يكون يعني بيطلع كل الطاقه اللي عنده. هو اصلا ما عندوش فطره التقليد اصلا. فاهم المقصد ازاي؟ هو عاوز يقلد بس ما عندوش الفطره ديت. بس هي سبحان الله عند ناس كده سبحان الله طلع كده. يعني انا كاحمد مثلا انا كنت قاعد مع اصحابي قاعد بنتكلم مع بعض وكده. قصه ان انا بقرا قران عادي جدا. ماشي. انا كنت زمان كنت بسمع قران بس ما كنتش اعرف اسماء الشيوخ ايه. ايوه هي بالنسبه لكده بيبقى في ناس بتحاكي وفي ناس بتقلد. فاهم المقصد؟ انا ممكن اقلد طريقه الشيخ لكن ما بجيبش نبره صوته. تقلد يعني طريقه اضعاطه. احمد لما جاب القطامي جاب الطريقه بالصوت الطبقه تحس ان القطامي اللي بيقرا. ايوه بالظبط. معانا حسام صاحبنا في الفريق الدوسري. ما شاء الله الدوسري بجد. ومعانا خالد مشاري. خالد ما شاء الله عليه صوته ربنا مشاري الحمد لله. يعني بما ان انتوا كده شباب ما شاء الله يعني بتشجعوا بعض على الخير وعاملين فريق كده وموهوبين جدا، بتعملوا ايه يعني مثلا؟ مثلا بتعملوا انشاد ديني في بعض الحفلات مثلا المناسبات الدينيه في محافظات في القاهره؟ احكوا لي كده عن نشاطكم الفني. احنا حضرنا كذا احتفاليه قبل كده في القاهره، يعني دخلنا في القاهره قبل كده في احتفاليات كتير وغير اللي عندنا بقى هناك في بني سويف. انا بالنسبه لي واحمد في بلده في احتفاليات دايما وبالذات بالاخص عندنا في بلادنا احنا معروفين. فلما بيكون اي حفله اي انشاد اي ممكن يعني مثلا ناس معرفه ليك فرح اسلام ولا كده عارفينك تعالى يجيبوك على طول. تعالى على طول فانت بتروح. وبرده بضيف حاجه لكلام شعبان ان الحد يعني الناس اللي تخش المجال دي بالذات التكبر والغرور لازم تتمحي تماما. طبعا. ليه؟ ان هنا في فتره من الفترات ممكن يوصل ما شاء الله وممكن يوصل لمرحله كويسه جدا جدا. ممكن يوصل لدرجه الغرور.
ان هو ممكن يوصل لدرجه ان هو ما يشوفش حد تحت منه. هو اصلا كان فين وبقى فين والقصص دي كلها. ممكن واحد ليه حفلات كتير جدا ويطلع حفلات في بلده وبره بلده ومحافظته وبره محافظته والكلام ده كله. بيحس بالغرور ويحس بالكبرياء. فالمجال ده فعلا لازم تمحيها تماما تماما جدا. طيب بص، انا قبل ما اعرف يعني قبل ما اسالكم كده، انتوا ممكن بيكونوا بتقلدوا مين تاني ونسمع منكم، انا عايز اعرف برضو السوشيال ميديا بقى. لو هنتكلم على السوشيال ميديا، انت ليكوا فيديوهات وانتشار على السوشيال ميديا بصوره كبيره، عايز اعرف فرقت معاك وازاي. لا فرقت جدا. ايوه احكي لي بقى. فرقت جدا. انا من غير بخل. لا هحكي لك من غير بخل. ماشي. طبعا انا يعني كنت بعمل فيديوهات مع نفسي، بلاقيت اقبال من الناس. انا في البدايه ما كنتش في دماغي موضوع السوشيال ميديا خالص وان انا انزل. ماشي. لقيت في اقبال والناس بتشجعني وتعليقات الناس فرحتني، فده اداني دافع ان انا هكمل وانزل. حلو قوي. فضلت اكمل لحد ما ربنا كرمني الفتره اللي فاتت، طلعت مع رمضان الطوخي. طبعا مع رمضان الطوخي الحمد لله الفيديو بتاعي 30 مليون مشاهده. ما شاء الله. اول فيديو عنده على تيك توك 30 مليون مشاهده. هو متداول اول فيديو عنده. الله اكبر. وعمل ترند كبير جدا معاه. بص السوشيال ميديا ده احنا كنا مقتنعين تماما ان احنا، بص اول حاجه واجهتنا في الموضوع ده بالذات كانش في امكانيات تماما في الاول خالص، مفيش امكانيات تماما خالص خالص في الموضوع ده. احنا بادئين من الصفر فعلا. يعني احنا كنا صوتنا كويس وعاوزين صوتنا يوصل للناس كلها، وعاوزين صوتي ده يسمعه وده يسمعه وده يسمعه، وعاوزين نطور من صوتنا. بس مفيش امكانيات المايكات بقى ومفيش استوديوهات. يعني برضو السوشيال ميديا بقت منصه كويسه جدا للشباب اللي عنده مواهب ومواهب حلوه كمان زي دي ان هم يعرضوها دلوقتي، وبالذات لما تشوف التعليقات من الناس. تعليقات من الناس، يعني مثلا في تعليقات بتجي لك ما شاء الله عليك كويس جدا كمل استمر واستمر وكمل. انا كمان لما تلاقي ناس من دول تانية يعني مش من مصر بس، تلاقي ناس من بره مصر انت معاك ويبعتوا لك دايما. احنا يعني انتوا عندكم دايما نشاط على السوشيال ميديا، انتوا لازم تبقوا متواجدين طول الوقت. مؤخرا الفتره بس بتاعت الامتحانات اللي فاتت دي كنا معدلين. احنا بقالنا فتره بس لسه نزلنا امبارح لسه اول حاجه. قبل ما نسمع منكم حاجه تانية، انتوا ناويين بعد تخرجكم تشتغلوا في المجال، في مجال دراستكم مع الانشاد بالظبط، ولا هتتخصصوا بص حضرتك بص حضرتك القصه ديت ان شاء الله باذن الله ده طريق كويس جدا. يعني احنا مكملين فيه ان شاء الله باذن الله مع 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 مؤهلنا ان شاء الله. بالنسبه لي انا ان شاء الله باذن الله يعني. انا خريج تجاره يعني، انا هشتغل محاسب. فلا انا حابب مجال شغلي، انا حابب مجال المحاسبه جدا. حلو. حابب ان انا اتميز فيه. حلو قوي. بالاضافه ان دي موهبتي يعني كده كده هتبقى موجوده. يعني احنا مش ولكن مش هعمل دراستي على حساب. ايوه ايوه طبعا. لا الاساس صوتي ده، صوتي ده هو يعني الاساس مجال الدراسه بستثمر فيه. مش حكايه استثمار، صوتي ده انا خلاص ربنا وهبني بصوت. اطور فيه واشغل فيه واسمع ده. ما ممكن ربنا بسبب انا واحد ربنا يتوب عليه بسبب صوت كويس. طيب بص يعني انا عايز اعرف انتوا مين فيكم بيعرف ممكن يكون بيقابل مثلا الشيخ المعيقلي يا شيخ؟ انا كلنا بقى المعيقلي والدوسري. يعني احنا انتوا الاثنين. طيب هتختاري؟ انا هختار. يلا. مشاري راشد بعد اذنك. تمام تمام. حد يعرف ولا لا؟ هو ممكن مشاري. انا لا مشاري لا لسه. العكس طيب. يعني يعني مشاري راشد. ماشي ماشي هجيب. ماشي ولا حد تاني؟ لا ما انت اللي يريحك برضو يعني. انا عايزك تبقى مرتاح. اجيب لك فارس عباد. فارس عباد. يلا. ماشي ماشي. انت هتجيب مين؟ اي حد. باليمين بقى. بقى. قلت لك مشاري. لا بلاش مشاري، انا مشاري دلوقتي احسن. اصل انا حاسه ان انت هتجيب طبقته يعني. هو بيجيب المعيقلي. هو بيجيبها بجيبها عادي بس ما حاولتش. خلاص يعني. مش عارف بنجيبه برضه بس يعني. بنجيبه بس خلاص. سمعنا حته. طيب سمعنا حته بعدين اللي طب يلا عشان الوقت بيسرق. هجيب لك بعد كده. هجيب لك فارس عباد. يلا فارس عباد وادينا حته مشاري راشد الاول. بعدها حته صغيره. الشيخ مشاري يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شفت؟ هو كان مداريها بس. هو كان مداريها بس. ماشي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم انت جبت الرعشة الاخير. انت خليتنا يعني انا مشتاق لزيارة الكعبة عمري يعني لسه ما حصلتش وخلتني يعني مشتاق اكتر يعني ده جاي تقلب على المواجع ولا بصراحة انا حاسة ان احنا في الحرم يعني حاسه ان احنا ما شاء الله يعني في تنوع ربنا يكتب لنا الكم يعني يا رب اللهم امين ان شاء الله باذن الله باذن الله. طب ايه المواهب الثانيه؟ انا عايز اعرف انشاد بقى احنا اصلا في انشاد وابتهالات انشاد بقى طب يلا احسنت الله يبارك ان شاء الله يا شباب تسلم يا روح احسنتم نورتونا وشرفتونا واستمتعنا معاكم جدا 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 كان نفسي ان انت تنشد حاجه في ابتهال صغير كده في الوقت للاسف في الوقت ان شاء الله بس ان شاء الله يعني انت خلاص بقى انت عرفت المكان انت خلاص بقى انت تعبتنا كلنا النهارده عايز اقول لك انا في الكنترول يعني مبسوطين بيكم جدا جدا يعني شكرا ليهم كلهم ان شاء الله نتمنى لكم كل نجاح اهم حاجه استمروا وان شاء الله كده كل النجاح لكم كل سنه وانتم طيبين طيب وحضرتك طيب وبخير لسه هنكمل معاكم باقي فقراتنا وبعد الفاصل الفقره الفنيه بنتكلم فيها عن الاخبار في مصر والوطن العربي والعالم كله من تقديم نوران عطا الله بعد الفاصل اهلا بيكم مره ثانيه ودلوقتي جه ميعاد النشره الفنيه الاسبوعيه اللي بنقل لكم فيها ابرز الاخبار الفنيه في مصر والوطن العربي والعالم. اول خبر معانا وهو احتفال انس نصري شقيق الفنانه اصاله بزواجه من شقيقه الاعلاميه اميره بدر بعد شهور من خطوبتهم في حفل عائلي. وكان انس نصري احتفل بارتباطه برساله رومانسيه على الانستغرام وقال فيها: منصفة وعظيمة هي الحياة عندما تمنحنا أيام جميلة كهذا اليوم وأشخاص رائعين محبين اجتمعوا حولنا لتكتمل فرحتنا. محظوظ بكم وفي غاية السعادة بانضمام عائلة جميلة نقية محبة إلى عائلتي. شكرا آل نصري وشكرا آل بدر على وجودكم في الحياة. ألف مبروك ليهم طبعا وبنتمنى لهم حياة سعيدة. حقق الفنان تامر حسني 3,700,000 مشاهدة بأغنية هرمون السعادة من فيلمه الجديد تاج بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات يوتيوب. ليشارك تامر حسني في بطولة فيلم تاج عدد كبير من الفنانين أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبد العزيز. العمل من إخراج سارة وفي وهيتم طرحه في عيد الأضحى المبارك. فيلم بيت الروبي بيتصدر شباك التذاكر المصرية وحقق الفيلم إيرادات وصلت ل 9 مليون جنيه ليحصل على المركز الأول بين الأعمال اللي بيتم عرضها حاليا في السينمات. الفيلم بيشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، محمد عبد الرحمن وسارة عبد الرحمن، حاتم صلاح، شريف دسوقي، محمود السيسي ومصطفى أبو السريع. ومنى الشاذلي الحقيقة هتبقى ضيف شرف في الفيلم، والفيلم من تأليف محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. أعلنت إدارة المهرجان عن اختيار مهرجان الجونة عن اختيار المنتجة والمخرجة ماريان خوري مديرا فنيا للمهرجان في الدورة السادسة اللي هتعقد من 12 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر في مدينة الجونة. يأتي ده طبعا الاختيار تماشيا مع الرؤية الجديدة للمهرجان. وعبرت ماريان خوري عن سعادتها بالانضمام لفريق عمل المهرجان وقالت في بيان:
مهرجان الجونة يساهم منذ انطلاقته في تحقيق مشاريع مهمة من خلال الدعم الذي يقدمه. أتمنى توسيع مجال الرعاية والدعم وتنظيم الورش لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وذلك في كافة مجالات العمل السينمائي. وقال المدير التنفيذي عمرو منسي إن تعيين خوري مديرا فنيا من أهم القرارات اللي اتخذتها إدارة مهرجان الجونة، وأكد إنها تمثل إضافة قوية للمهرجان بتوليها هذا المنصب، كونها واحدة من أهم صناع السينما في المنطقة وعندها الكثير من الخبرات في هذا المجال. انتهت الفنانة نانسي عجرم من تسجيل أغنيتين جداد ليها مؤخرا وبتستعد لطرحهم خلال الفترة المقبلة. نشرت نانسي عجرم صورة ليها عبر حسابها الرسمي على تويتر من داخل الاستوديو وعلقت عليها وقالت: انتهيت من تسجيل أغنيتين ولا أطيق الانتظار لمشاركة الأغنية الأولى معكم قريبا، استعدوا. احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين. ونشرت الفنانة مريم عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام مجموعة صور من حفل الخطوبة ظهرت فيها بفستان باللون الأزرق الفاتح. أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن إطلاق الدكتورة الفنانة سميرة محسن على الدورة الثامنة للمهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار باليقين نصنع المستحيل. وقالت الدكتورة سميرة محسن إنها سعيدة بأن الدورة الثامنة تحمل اسمها، وقالت إن إخلاص وتفاني الإنسان في عمله هو ما يحقق له النجاح والتميز، وهو ما يقدمه بشكل جيد للجميع. بيواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد عالزيرو، وكشف عن موعد طرح الفيلم بعد ما تم تأجيله من موسم عيد الأضحى 2023. شارك محمد رمضان عبر حسابه بإنستجرام مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم عالزيرو بولاق، وقال: امبارح الساعة 3 بعد منتصف الليل من تصوير فيلم عالزيرو، شكرا لأهالي منطقة بولاق أبو العلا والسبتية الكرام على حسن تعاونكم، بأمر الله معدنا شهر يوليو في السينما، ثقة في الله نجاح. بيشارك في بطولة فيلم عزير وبجانب الفنان محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، منهم نيلي كريم، جمانة مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، وطبعا من تأليف مدحت العدل وإخراج منضو العدل. أعلن المنتج محمد العدل عبر حسابه بموقع فيسبوك تفاصيل مسلسل الراكون للفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه رمضان 2024. ونشر محمد العدل البوستر الدعائي للمسلسل وقال: يوسف الشريف مسلسل الراكون، تأليف إنجي علاء، إنتاج تامر مرسي، رمضان 2024 إن شاء الله. يا رب كتر الشبهات يا كريم يا رب. آخر أعمال يوسف الشريف كان مسلسل كوفيد 25، كان من بطولة أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال. ومسلسل بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونقلة معوض وإخراج منال الصيفي. تراجع فيلم ذا فلاش للمركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل إجمالي الإيرادات ل 72 مليون دولار في أمريكا. أما الإيرادات الكلية فتجاوزت 172 مليون دولار خلال أسبوع واحد في السينمات، وده وفقا لموقع موجو بوكس أوفيس. الفيلم من إخراج أندي موسكيتي ومن سيناريو كريستينا هاتسون وبطولة عزرا ميلر في دور باري ألين وفلاش وساشا كالي ومايكل شانن ورون ليفينغستون وماريبيل فيرودو وكيرسي كيلامينز وأنتيجي تراو ومايكل كيتون. بكده تكون خلصت أخبارنا الفنية النهاردة، نشوفكم يوم الحد الجاي إن شاء الله في أخبار فنية جديدة، ونشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة من إنبوكس. كل سنة وانتم طيبين.